تابلت جيتها ب2000 من متجر عجيب غريب، بنشوف محتويات التابلت وبعدين نتكلم مع بعض عن مميزات هذا التابلت الجبار. قلم أنيق وحلو وله استخدامين. الاستخدام الأول نستخدمه مع التابلت أو حتى أجهزة الجوال باللمس زي كذا، والاستخدام الثاني نقدر نكتب فيه زي وزي أي قلم عادي. وصلة OTG بمدخل مايكرو للجهاز، والمدخل الثاني مدخل USB. ولسه ما خلصنا من ملحقات الجهاز، يجينا هنا معاه فيش ثلاثي، وكمان عندنا هنا سماعات سلكية، وكمان عندنا سلك لشحن التابلت، وكتالوج تعليمات، وصور 3D لتطبيق هلا بيبي، وكمان كفر لحماية التابلت، شايفين قوي جدا، مع قاعدة مرة حلوة، وأخيرا ستيكر حماية. يعني فل كامل الجهاز، محمي وكمان ملحقات وهدايا كثيرة. حجم الشاشة 10.1 انش مع خاصية IPS الحامية للعين. البطارية حجمها 5000 ملي امبير. الذاكرة 16 جيجا بايت والرام 1، وكمان يمدينا نضيف ذاكرة خارجية مساحتها 128 جيجا بايت، وجينا بنظام التشغيل اندرويد 9، وجينا بمعالج رباعي النواة. يجينا بكاميرتين، كاميرا امامية بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل. نجرب مع بعض ونشوف كذا، نصور صورة ونشوف كيف تطلع معانا. شايفين؟ يعني تصوير جدا دقيق وواضح، وكمان بنفس الوقت صافي جدا. سريع بالاستخدام وخفيف باللمس زي ما انتم شايفين، وما يعلق معانا ولا يكون ثقيل وقت ما نستخدم التطبيقات او نفتحها او ننتقل من تطبيق الى ثاني. يجي محمل بتطبيقات كثيرة اللي نستخدمها كثير، وكمان نقدر نحمل كل تطبيقات الدراسة عن بعد زي تطبيق منصة مدرستي وكمان زوم، وكمان نقدر نحمل كل الألعاب القوية والثقيلة زي ببجي وكمان فري فاير ولعبة روبلوكس وكمان غيرها من الألعاب. من التطبيقات الجميلة اللي موجودة على الجهاز وراح يعجبكم أكيد، ونافع ممتع ومسلي وكمان آمن لأطفالكم، تطبيق هلا بيبي. الجميل بهذا التطبيق انه يحتوي على خانة التحكم الأبوي، أول ما ندخل فيها في كل مرة ندخل فيها راح تجينا مسألة حسابية لازم نحلها حتى يدخلنا في هذا التطبيق، حتى في حال الخروج لما نيجي نخرج لازم تجينا مسائل حسابية. طبعا لما ندخل في هذه الخانة نقدر نتحكم بكل شيء، يعني يصير الجوال أو التابلت في يد طفلكم لكن بأمان، تقدروا تتحكموا بالمواقع اللي يدخل الطفل فيها ويتفرجها، وكمان تقدروا تحددوا المهلة والوقت اللي يستخدم الطفل فيها الجهاز، بحيث انه هذه المهلة اذا خلصت يصير الجهاز ما يشتغل فيه اي شيء، وكمان تقدروا تحطوا الاشياء وتختاروا كل شيء من خلال هذا التطبيق. نجي للقسم الخاص بالطفل، اول ما نفتح عليه راح تطلع لنا تطبيقات تكون خاصة ومناسبة لسن الطفل اللي احنا اخترناه. طبعا الكاميرا، المتصفح، المواضيع، كل شيء، والالعاب كمان تكون مناسبة لسن الطفل. عندنا هنا مثلا حديقة الدراسة، اول ما نفتحها راح تطلع لنا مثلا قصة دراسة، طيب يعني كل هذه الاشياء تكون مناسبة لسن الطفل وهادفة وممتعة كمان. والشيء الجميل ان الطفل كل ما حاول يخرج من هذا الوضع الوضع الابوي راح تطلع له مسائل حسابية، في كل مرة يحاول يطلع راح تطلع له مسألة مختلفة عن اللي قبلها يحلها، بعدين يقدر يخرج من هذا الوضع، وبالتالي هذه الحركة راح تنمي ذكائه الحسابي. نيجي لصور الحيوانات اللي كانت من ملحقات الجهاز وطريقة استخدامها. نيجي هنا للتطبيقات وعندنا تطبيق دولفين AR، نفتح هذا التطبيق. أول ما نفتح هذا التطبيق راح يطلع لنا هذه الصورة، نضغط على الكاميرا. أول ما تفتح لنا الكاميرا راح ناخذ الصور ونوجه صورة الباركود على المربع هذا، أول ما يتعرف يطلع لنا صورة الحيوان، وكمان الشيء الحلو إنه أول ما نضغط على الحيوان يطلع لنا صوته.
فنقدر نغير اللغة بحيث إنه تطلع لنا أسماء الحيوانات باللغة العربية، أول ما نضغط على زر اللغة نختار اللغة العربية وبكذا تحول معانا للغة العربية. نجرب كذا باللغة العربية نشوف. نجرب نشغل واحدة من الألعاب ونشوف دقة الفيديو وكمان الصوت عالي جدا. نشوف مع بعض. يتوفر بلونين، اللون الأزرق واللون الوردي. وللطلب زوروا موقعنا على الإنترنت www.عجيبغريب.com، والتوصيل مجاني لكل مدن المملكة.